السلام عليكم. اليوم حبيت نعرفكم بفندق الزيبان الذي يقع في ولاية بسكرة، واللي يعتبر واحد من أجمل الفنادق في جنوب الجزائري، وهو واحد من أكثر من تقريبا 20 فندق تم تصميمه من طرف المهندس العالمي فرنون بويون. إذن واللي هذا الـ يعني مثل المعلم السياحي تم إعادة تجديده وتأهيله مؤخرا، والآن يعرف رواج غير مسبوق يعني الزوار والسواح في ولاية بسكرة. أترككم تتابعون وتتعرفون على هذا الفندق، والسلام عليكم.